ده ايه الجمال ده يا ست الكل؟ بسم الله ما شاء الله، بقيتي زي الفل. الحمد لله، احنا كنا فين وبقينا فين. بكره ماما تستغنى عن العكاز وترجع زي الاول واحسن. ازيك يا سلام؟ انا الحمد لله كويس يا ماما، انتوا اللي وحشيني قوي. لو كنا وحشينك كنت جيت وسالت وتطمن عليا. وحياتك يا ماما، انا الود ودي اجي ازوركوا كل يوم. طب وايه اللي حايشك يا ابني؟ اللي حيشم 44 هيكون ايه يعني؟ قولي لي يا ماما، عاملين ايه دلوقتي؟ بابا عامل ايه؟ ابوك بقينا بنشوفه زي الدف في البيت. بيبات ليله عندنا وليلتين لا. ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ انا ولعتها له حريقه، كل يوم يجي يلاقيني دبخ نقع مع نقعه فيقوم ماشي من البيت. ليه بس يا توحه؟ ليه؟ بتقولي ليه؟ عشان يطلعها بقى ونستريح من الهم ده. يا بنتي يطلقها ازاي بس وهي على وش ولادها؟ ما تغور تولد بعيد عننا واحنا كنا ناقصينها، يديها قرشين ومع الف سلامه. اصلك ما تعرفش ايه اللي حصل. ايه اللي حصل تاني؟ انا اقول لك، ماما شدت حيلها والحمد لله، والست النعناعه في اواخر الحمل لا بتهش ولا بتنش، ودي بقى فرصتي. طب قولي لي الاول، عامله ايه مع جوزك؟ جوزي جوازه الندامه، ده جوزي بالاسم. قصدك ايه؟ هو انا بشوفه خالص بسلامته بيرجع اخر الليل من المصنع مهدود حيله، ويصحى الصبح بدري يروح المصنع، وبقى دراع ابوك اليمين. طب كلام زي ده المفروض يبسطك. يبسطني ازاي يعني يا سلامه؟ ده بقى ماشي على هواه وكاتم اسراره، وانا اخر حاجه بيفكر فيها مدحت. يا سلام يا ابني، مش كفايه كده وترجع تقعد معانا تاني؟ يا ريت يا ماما، والله نفسي، بس ما ينفعش بقى، ما هو ابني دلوقتي عنده شغل هو كمان. ويعني عادتك معانا هتمنعك عن شغلك؟ سلام، اما صدق يطفش من البيت ياما. طب قومي قولي للسنية تجهز عشا لاخوك. اما عاملين لك حته دين اكله هتاكل صوابعك وراه. انت ما بتفهميش ايه اللي انت جايبهولي ده؟ انا قلت لك عايزه الاكل ده. انت ايه يا كمان؟ مين اللي بتزعلي؟ ده دبور وزن على خراب عيشه. تعالي هنا توح، رايحه فين؟ هو انا يا بنت مش قلت لك تعملي لي صينيه بطاطس باللحمه؟ جايبه لي شوربه عدس. انت واقفه لي زي الصنم كده ليه؟ ما بترديش عليا؟ انت يا مقصوفه الرقبه. الهي ما تنقذ في رقبه حد غيرك يا بعيده. لمي لسانك يا توحه، انا ما بتكلمش معاك انت. ايه اللي هتتخسي وما توعي تتكلمي؟ مالها شوربه العدس يا دعادي؟ ايه ما كنتيش بتشربيها في سرايه بابا؟ انت مالك ومالك يا ستي؟ خليكي في حالك وانا في حالي. انا بقى عملك الاسود والعينك بقى صينيه البطاطس باللحمه اللي انت عمرك ما شفتيها ابدا دي اتعملت، واسيادك هم اللي هياكلوها كده. طيب يا توح، لما يجي ابوك نشوف له صرفه، ويشوف له صرفه في بنته اللي ما عرفش يربيها. انا ابويا ما عرفش يربيني؟ طب تعالي بقى يا روح امك اوريكي ايه اللي تستربيه على اصول. تعالي ازاي بس يا عم احمد؟ معقول اللي بيحصل في بيت بابا ده؟ البيت والي حريقه وكل يوم مشكله جديده وهو ولا هنا. ما تزعلش مني، ابوك هو اللي جابه لنفسه. ده زي ما يكون حاطط ايده في ميه بارده. انا مش فاهم، وبعدين قلبي حاسس ان الموضوع ده مش هينتهي عند كده، الموضوع ده هينتهي بمصيبه. طب انت ليه ما قعدتش في البيت مع امك واختك؟ على الاقل وجودك في البيت كان هيحل مشاكل ويطفي النار. اقعد في البيت ده ايه بس؟ هو كان في حد قال لي اقعد وانا ما قعدتش؟ زي ما يكون استغنوا عني خلاص. ده انا لما رحت زرتهم حسيت اني بقيت غريب عنهم. يا ابني بلاش الحساسيه ديت. مالك يا ابني؟ مش عارف يا ام احمد، حاسس اني بقيت تعبان شويه. الله، انت سخن ليه كده؟ اقعد اقعد، ارتاح ارتاح يا ابني، ارتاح ارتاح، وان شاء الله ربنا هيحل كل شيء. ولدت؟ الف حمد لله على سلامتها. طيب هخلص الشغل واروح لها المستشفى عشان اخدها اروحها. مع السلامه. مبروك يا مرشدي بيه. متبارك لي، ده الصبار طلع مظبوط وجابت اتنين. يتربوا في عزك. وانا كنت ناقص هم ووجع دماغ. ويا توحة هتسكت؟ ده لولا سلامة خلص البت نعناعة من ايدين مراتك امبارح وداها المستشفى كانت هتسقطها. انا مش فاهم انت لازمتك ايه في البيت؟ انت مش قادر تحكم على مراتك؟ البركة فيك يا عمي، انت ابوها والبيت بيتك، انا ما اقدرش اعمل حاجة وانت موجود. يا حبيبي يا سبع البرومبا،
طب ما تشوف بيت تقعد فيه مراتك. طب وطنت خيرية مين ياخد باله منها؟ وده اللي انا باخده منك، دايما شايل ايدك من كل حاجة ووقف تتفرج علينا. طب قول لي اعمل ايه وانا من ايدك دي لايدك دي؟ انا عمري رفضت لك طلب؟ خلينا في المهم، لميت الفلوس اللي لينا برا. انا عليا 500,000 جنيه للبنك لازم يتسددوا قبل اول الشهر. جمالات كمان حسيت انت كمان جمالات؟ لقيت الوصل يا مرشدي بيه. انت دخلت هنا ازاي؟ اديني اللي ليا وانت مش هتشوف وشي هنا تاني. انتوا عاوزين مني ايه؟ ما تحلوا يا اختي على السمايا، ربنا ياخدكم ويخلصني منكم. اديني الوصل وانا هريحك مني خالص. انت يا زفت عطيات، البنت دي دخلت هنا ازاي؟ وازاي الامن سمح لها تعدي باب المصنع؟ انا انت ايه؟ غور الدهيلي بتوع الامن يرموها بره، وقسما عظما لو سابوها تدخل المصنع تاني لرفضهم كلهم واوديهم في 60 داهية. امرك يا مرشدي بيه. من غير امن يا مرشدي بيه، انا همشي مش هشوف وش هنا تاني. في 60 داهية يا اختي. بس قبل ما امشي عايزه اقول لك حاجه مهمه قوي، انا مش هروح في داهيه لوحدي، فهمني يا مرشدي بيه عن اذنك. ايصال ايه اللي عايزاه منك يا مرشدي بيه؟ وبعدين مال كلامها كده فيه تلميح مش حلو. هو يا اخويا انت راخر من سكتي لحسن عفاريت الدنيا بتتبطط في وشي. كده برضو يا مرشدي؟ تسيبني مرميه في المستشفى ولا تسال فيا؟ لولا سناء كتر خيرها هي اللي روحتني. اعمل ايه بس يا نعناع؟ ما كل حاجه فوق دماغي. مرستان طول النهار في المصنع، ارجع هنا الاقي مرستان. العيال دي مش هتبطل عياط بقى؟ عيالك عايزين شويه حنيه منك وهم يبطلوا عياط. حنيه مني ازاي؟ ارضعهم انا؟ وانت يا اختي انت هتباتي هنا ولا ايه؟ ما تفرقينا بقى. هغير لمحمود هو كمان وامشي يا مرشدي بيه. ومحمود انا واحد فيهم، ودول هعرفهم من بعض ازاي؟ ولا انا هنام في وسط المرستان ده ازاي؟ مرشدي. نعم. انا عايزه امن مستقبل ولادي. يا اختي شوفي لي حد انا يامن لي مستقبلي، وان شاء الله هتامني مستقبلهم ازاي؟ تكتب لهم نص المصنع باسمهم. ايه ايه ايه؟ سامعيني تاني؟ انا بترش فجاه. اللي سمعته يا مرشدي، عايزه امن مستقبل ولادي. ما انا ما اضمنش بكره ايه اللي هيحصل، ما انت راميني ولا بتسال فيا. نعم يا اختي، عاوزه تورثيني بالحياه انت ولادك. شفت يا بابا اللي جبتها ولما تهنى من الشوارع؟ عايزه تورثك بالحياه. انا عاوزه حقي وحق ولادي. كان كسر حقك يا بعيده، الهي ما يطلع عليك شمس، ده حق انا واخويا وامي، وانت يا اختي ولادك دول مالكوش عندنا اي حاجه. سامع يا مرشدي، هي دي اخرتها. بسم الله ما شاء الله، قسمت يا اختي التركه ووزعتوها عليك وانا واقف في وسطكوا زي ايد المقشه. الست دي طلعها دلوقتي حالا وتديها قرشين ومع الف سلامه، والباب يا اختي عندنا يفوت جمل. انا يا اختي اللي سايبها لكم ماشي، دي باعت عيشه تقصر العمر. انت سايبني ورايح فين يا مرشدي؟ رايح في 60 داهية يا عيون مرشدي. انت عايزه ايه من ولادي؟ مفيش، دول برضه اخواتي. تعالي لي يا حلو عايزاكي في كلمتين. الحقيني يا رنا. لحقتك حيه سبع قرون قدامي. يا رنا قالت لي تروحي. حرمت خليكي عيشتي. بات يا ثنية. عمرك يا ست تروح. حطي لي السكينه على نار مولعه وفي ايدك المنفضه وانت جايه. يلا. انت هتعملي فيا ايه؟ هترجطي ما تحتبيش باب البيت ده تاني. مرة وانا بنفضك بالمنفضة، ومرة وانا بكلوكي بالسكينة، فاهمة؟ خلاص يا توح حرام. حرمتي ايه يا اختي؟ مش هقعد بالبيت ده تاني. تبعديني؟ اوعدك الهي يطز لي طول مية وفرمني، ما هقعد بالبيت ده تاني. يا رب وريني بقى مشيتك المتغندرة. يلا يا اختي. يلا. بالسلامة والهنا. يلا. يلا. اف.
مفيش. انتي مهما كنتي مرات ابويا ودول اخواتي. بس بصي بقى، انتي هتفضلي قاعده في البيت ده معززه مكرمه لحد ما تقومي لنا كده بالسلامه، وما اشوفش وشك في البيت ده تاني. اصل زي ما انتي شايفه بيتنا يا حبيبتي ما يسعش دره وعيالها، لكن بقى لو نشفتي دماغك وركبتيها ساعتها ما تلوميش حد غير نفسك، لانك انتي عارفه كويس قوي وشفتي بنفسك ان ما حدش هيعرف يحميكي مني، فاهمه؟ تصبحي على خير يا ام الولاد. مبسوطه مني يا ام سلامه؟ يسلم فمك وايدك يا بنت بطني، طالعه لامك بصحيح. لا ولسه، وحياتك ولا هرتاح ولا يهدالي بال ما وش النحس دي تغور من هنا، وهيبقى قريب قوي. عقبال اللي في بالي هما كمان.